للوقوف على التفاصيل في ديالا ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الناشط السياسي محمود صالح الجاف. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا في السمية، كيف حالك؟ أهلا بك. كيف تبدو الأوضاع في ديالا عقب مقتل مديري الناحية والبلدية ودائرة الجنسية في أبي صيدة شرقي بعقوبة؟ والله الآن بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين جميعا. الحقيقة الآن من اعتزال في مدينة ديالا في محافظة ديالا بشكل عام، نعم، وخصوصا أبو صيدة طبعا والنواحي المحيطة بها، لكن الآن قتال بين العشائر هي داخل أبو صيدة للأسف، بين أربع عشائر رئيسية هم يعني القتلى منها اللي هي الفريوات والشمر وربيعة والتمايمة. ما سبب هذا النزاع بينهم؟ النزاع حسب ما ورد وافتهمناه كان احد حمايه مدير الناحيه، الحقيقه اليوم هو عازمه على غد الظهر، حارث الرباعي عازمه، هو مدير جنسي عقيد محمد، مو مقدم محمد اللي العقيد. نعم شكرا للتوضيح. نعم عقيد محمد الحميري دعاهم في بيته على الغداء، حسين توفيق حسين الحميري هو كان يعني واحد من حمايه الرباعي. نعم. واثناء الجلوس صارت مشاده كلاميه وصارت رمي بناته وصار القتل. الحقيقه المعلومات اللي وردت هي انه كان حارث الرضيعيين ويسوي تظاهرات ضد محافظ ديالى التميمي، وهم بيناتهم مشاكل بين التمايمه وبين الربيعه، يعني هو جماعه حارث الرضيعي. مشاكل ميليشياويه تعرفيها حضرتك، من دخلوا بديالى هم بشكل عام دخلوا حتى يسيطرون على المحافظه. لكن بعدين هم رؤساء مافيات، لكن بعدين بدأت تسوية حسابات بيناتهم. نعم. وسبحان الله بدأ واحد يصفي الآخر. لكن الشيخ سعد الصليوي ابن علي ذولا كانوا رايحين لمجلس عزاء الفاتحة، يعني حادثة أخرى منفصلة تقريبا. بعد ساعة تقريبا وشوية من العملية هم انقتلوا أيضا نفس الناحية. نعم، كانت قد وردت أنباء عن حظر للتجول في ديالى، ما مدى صحة ذلك؟ وكيف هي الأجواء في الشوارع؟ الاجواء الان قتال في ابو صيدة، يعني قبل لحظات، يعني قبل اتصال حضرتك اتصلت بهم وبلغوني انه حاليا معارك بيناتهم للاسف، بين قبيله شمر وربيعه والتمايمه والسريرات الحميريه، يعني داخل الطرقات في المدينه ابو صيدة حتى اللحظه يعني. واين الجهات الامنيه من كل هذا النزاع؟ ماكو يا ست سمية، ماكو جهات امنيه ولا اكو امن بكل العراق. انت حضرتك تعرفين من 2003 لحد الان تحديدا بالعراق ككل وتحديدا بديالى ماكو امن، اكو ميليشيات وعصابات مافيات تقاتل وتتحرك بكيفها وتعمل اللي تسويه وماكو اي اراده لها الحقيقه. يعني حركه الشوارع منعدمه نفهم من كلامك؟ نعم نعم نعم، هو قبل اربع ايام ظهر بالشرقيه بالناحيه، اذا حضرتك تقدرون تطلعوه سبحان الله، ورا ما ترحلوا المخيشه، قرى المخيشه ما كنت ترحلوا كل هذه خرجوا، ظهر هو مدير الناحيه بالشرقيه، يقولوا له نفسه هو حارث الربيعي، يقولوا له سالته المذيع الشرقيه يساله يقول له شنو سبب رحيل العوائل؟ يسوي نفسه ما يعرف يعني هو، ولا كلموا له دخلوا ذنب بالعمليه، يقول له هم الناس صوت رئيس الوزراء وزير الدفاع رحلوا لانه يخلوا الناس تطوع، ما يقول احنا ذنبنا، طبعا هو رئيس ميليشيات معروف حضراتكم تعرفوا. شكرا جزيلا لك محمود صالح الجاف، الناشط السياسي كان معنا عبر الهاتف من ديالى.